من ضمن الأسئلة، هل الكورسات والشهادات اللي باخدها من جوجل ومواقع إلكترونية أخرى باخد عليها الشهادة، هل أكتبها في السي في ولا لأ؟ هنا عندنا حالتين، حالة إن شخص حديث التخرج ومعندوش أي شهادة ولا أي خبرة ولا أي حاجة، فإحنا السي في بتاعنا عاوزين نملاه، فبنكتب إن إحنا خدنا الشهادات دي من المواقع ده، الورقة كبيرة كده، الورقة طويلة عريضة، فإحنا شايفين هذه الورقة بهذا الشكل، فبكتب عليها كل التفاصيل، فبتبقى واضحة، عندي فراغ كبير، فإزاي أنسقه؟ لأن أسوأ حاجة إن يبقى عندي هنا كلمتين والباقي مفيش فيه أي حاجة. لكن لو في حد عنده خبرة كبيرة والسي في أوريدي مليان، لا يفضل إنه يقعد يكتب حاجات، خدت كورس كوميونيكيشنز سكيلز على موقع كورسيرا، وكورس معرفش كذا وكورس، لكن هنا بقى ممكن نربط حاجة، وده أيضا ممكن حديث الخبرة يعملها، إن هو يكتب في المهارات بتاعته اللي اتعلمها. يعني أنت خدت كورس، وناكل على سبيل المثال أدوبي برايمير، انا شخصيا عملت كده، يعني انا ادوبي بريمير اللي هو تعديل الفيديوهات والحاجات دي، انا اوريدي اتعلمته اونلاين، ولا شهاده ولا اي حاجه، حاجات على اليوتيوب وحاجات على موقع كذا، وخلاص اتعلمت المهاره، فاكتبها في ركن المهارات بتاعتي ان انا خدت المهاره دي. طيب انا خدت، ونقول على سبيل المثال ديجيتال ماركتنج، فانت ممكن تكتب ديجيتال ماركتنج وخدت من، لان دي حاجه تكنيكال، تكتب اسم الموقع وسنه اللي انت خدت فيها الشهاده اللي هي من الاونلاين. ولكن اهم حاجه لما تيجي تقعد في الانترفيو تعرف تتكلم، والحاجات دي بترفع من البروفايل بتاعك، فنصيحتي اكتبها. ولكن لو انت بقيت خبره اكتر وبقى السي في بتاعك كتير، اكتب الاهم فالمهم، فما تقعدش بقى تكتب ايه وكورس ما اعرفش كذا وكورس كذا. طب خدت حاجه على اليوتيوب، اتعلمت الاكسل على اليوتيوب، اكتب ايه؟ ما خدتش كورس، سيبك يا عم من الكورس، اكتب الاكسل المهارات بتاعتك، ان الاوفيس كل برامج الاوفيس انكلودنج الاكسل، يعني انت بتعرف تشتغل على الاكسل وخلاص، دي المهارة كتبتها اتعلمتها منين بقى، المهم انك اتعلمتها، ان شاء الله حتى قعدت جنب واحد علمها لك، اي مكان مش شرط، في حاجات شرط فيها الشهادة وفي حاجات فليكسبيليتي. الميزة بقى والقيمة واللبقة والشطارة انك ازاي تدمج الحاجات دي كلها فتوضحها في الخبرات بتاعتك، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.